إذن متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم من خلال هذا البث المباشر الجديد هنا من مدينة فاس، دائما العاصمة العلمية للمملكة. بتاريخ 26 فيفري قمنا من خلال قناة شوف تيفي يعني بدعوة من عند الأستاذ ب يعني تحدث لواحد الموضوع اللي تعرض له السي الفلالي ديال القضية ديال النصب، يعني في يعني اللي قال قضية ديال النصب اللي تعدات المبلغ ديالها 70 مليون سنتيم، من أخطر القضايا اللي طرقنا لها في قناة شوف تيفي. والآن بعد فيديو شوف تيفي هناك تطورات اللي وقعات، وحنا متبعين هذه القضية ديال هذا، راه كيتسمى اعتداء على ملك الغير بالنسبة يعني للسي الفلالي. فاحنا غادي نشوفوا المستجدات ديال هذه القضيه، اخطر قضيه ديال النصب اللي تعرض لها السي الفلالي، غادي نشوفوا المستجدات ديالها الان مع السي الفلالي. تفضل استاذ. شكرا. تفضل. شكرا لشوف تي في وجميع العاملين بهذه المؤسسه. الو، فيما ستعرفوا انني غير باش نلخصكم انني كاري جوج الفيلات لشخص واحد، هذه 16 شهر ما عطاني حتى درهم، جمعت عليه 700,000 درهم. التجأنا للقضاء، القضاء حكم عليه في المدرسه اللي كاينه في فورمانا، حكم عليه بالاداء والافراغ، والمدرسه ديال داك مزار حتى هي راهي هذيك في القضاء. اذا نحكم عليه في محكمه الاستئنافيه باش يفرخ ويؤدي، وصفتوا له واحد الاعذار بالافراخ. هادشي مور الفيديو ديال شويه، هادشي مور الفيديو اللي كان الفيديو كان نهار 26 جوج، ورسالة ولا الإعذار بالإفراغ كان نهار 2/3. إذا الحمد لله 3 أيام ولا 4 أيام لقينا استجابة ولقينا إجابة. ألوغ صفتوا له واحد الإعذار بالإفراغ في واحد المدة ديال 10 أيام، وإلا ما فرغش في ذاك المدة ديال 10 أيام كاين غادي تدخل القوة العمومية للإفراغ. هذا هو البلاغ، هذا هو هذه صادره عن محكمه الاستئناف التجاريه، اذا هذه ما فيها حتى شي حاجه. كاين بعض الاباء ديال التلاميذ ديال هذه المؤسسه اللي خصو يفرغها، قالوا له هذا الشيء غير هذا الشيء ماشي معقول. مشاو عنده شنو قال لهم؟ قال لهم هذا الشيء غير تخربيق. اذا هذا الحكم هذا اللي هو حكم باسم صاحب الجلاله اللهم تعالى ينصره الله يحفظه، هذا غير تخربيق. فما يمكنش ابدا، كاين حكم بالافراغ وكاين القوه العموميه وهذا الشيء غير تخربيق. البارح انا جالس واجا عندي واحد السيد وقع له نفس المشكل، ونصب عليه في 120 مليون وكان عنده نفس الحكم، ولكن هذا الشخص بما انه نصاب من الدرجه الاولى، ومع عمري ما سمعت شي واحد نصاب ولا شفت شي واحد نصاب من الدرجه الاولى بحال هذا الشخص هذا. فهاد الشخص هذا طلب من المحكمه واحد المده السير حاميه واستعطافيه. المحكمه عطاتو ذاك المده باش يكملوا التلاميذ السنه الدراسيه ديالهم، وعاد يعطي السيد سويساتو. ما عطى السيد المفاتيح ديالو، ما عطاه حتى ريال، وخرب له الدار. السيد تيسال له 120 مليون، ما كاينش غير هذا السيد، كاين ناس اخرين، وإذا ما كانش هذا الشيء هذا، أنا حكموا عليا بأي حكم، أي حكم، تحكموا عليا بعام، حكموا عليا 30 عام، إذا ما كاين، أنا تنحكم على راسي، ما كاين حتى شي مشكل، وهذا السيد هذا موجود، ومعروف. إذا عرفتوا دابا علاش يقول الناس هذا غير تخربيق؟ لان غادي يطلب من المحكمه واحد المده استعطافيه والسير حاميه، والمحكمه قال لك يدو طويله وهي تعطيها له، يدو طويله وهي تعطيها له.
هنا غادي نوجه الكلمه ديالي السي عبد النبوي سيد وزير العدل ورئيس المحكمة التجارية بمدينة فاس، وغادي نقول لكم هاد السيد هاد المدة هادي اللي غادي يطلبها ماشي لأول مرة، راه عندكم الملفات ديالو، راه طلبها وعاود وتيعطيوها له. إذن كاين شي حاجه، كاين شي خلل ماشي هو هذا. اذا انت ما بغيتش يكون المصير ديالك بحال المصير، انا ما بغيتش المصير ديالي يكون نفس المصير. انا هاد الوليدات تنقول لكم الا بغيتو ما تخويهمش، ولكن يحطي في لساتي ويكمل، اعطيه واحد المده او 10 ولا 5 شهور اللي هذا وما كاين حتى شي، ولكن يحط لي في لساتي الافونس، يعني دابا يحط لي في لساتي دابا. نذكروا المتتبعين الكرام شحال ديال المبلغ اللي تجمع عليه. المبلغ اللي تجمع عليه دابا اكثر من 700,000 درهم، 70 مليون سنتيم. بالاسف بالاسف للاسف هاد السيد حاولت معاه بجميع الطرق وما نجحش، لان نصاب دو بروميير كلاس، وانا قلت لكم ماشي لاول مره تيستعمل الطريقه هذه. فرئيس المحكمه التجاريه خصو ينتبه لهاد الدواسة، بغاني نجي عنده انا والاشخاص اللي نصب عليهم بنفس الطريقة، فانا مستعد باش نجي اليوم قبل غدا، وفي اي دقيقة طلبوني فاليوم قبل غدا. وإلا كان، وتنعاود نأكد عليكم، إلا كان هذا غير ضحك ولا غير تخربيق، الحكم اللي صدر باسم صاحب الجلالة، فاسمح لي أنا اللي تنعرف أنني تنعيش في دولة الحق والقانون، فهمتي؟ أنا تنعيش في دولة الحق وأؤمن بهذا. إذن هذا الشيء هذا ماشي تخربيق، إذا كان هو مخربق في العقل ديالو، هذا الشيء هذا راه ماشي تخربيق، هذا حكم نهائي باسم سيدنا. إذن شنو كنطالب الآن؟ الآن تنقول السي عبد النبوي وسيد رئيس المحكمة التجارية في فاس يحذيو راسهم هاد النصاب، وما يعاملونيش أنا شي معاملة تفضيلية، لا، أنا باغي غير حقي، بغيت حقي، بغيت هاد السيد يعطيني فليساتي، وبغيت تعطيه واحد 4 شهور ولا 6 شهور ولا شي حاجة، ما كاين حتى شي إشكال، ما عنديش إشكال، لأن هذوك الوليدات اللي درتك المدرسة هذوك وليداتي، فهمتي؟ هو بالنسبة لي له تيحاول ما أمكن بأي طريقة ينصب. وتنقول لكم هاد السيد اللي عنده شيد طويله، فخصنا نعرفوا هاد اليد الطويله اللي تتساعدوا على النصب. اخيرا غادي نقول لك الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق في الظالم، والله ياخذ الحق في كل شخص شخص تيعاون هاد السيد هذا على هاد النصب ديالو. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. غادي نقول لك كلمه واحده، الوغ العشريه قربت تكمل، الاسبوع الجاي غادي نشوفوا المحكمه الموقره واش خدات الكلمه ديالي وخدات اللي كان داير في الماضي بعين الاعتبار، ولا غادي نزيدوا في الطين بله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إذا متابعينا الكرام، دائما حنا متابعين هذه القضية اللي تعرض فيها صاحب الشركة هنا بمدينة فاس، عنده شركة ديال التأمينات، هو حاول على أنه يكري جوج ديال الفيلا لهذا الشخص هذا، وحنا اتصل بنا في اللحظة الأولى وسجلنا معاه، والآن حنا متبعين الملف إلى آخر لحظة إن شاء الله بإذن الله غنبقاو متبعين هذا الملف، لأن دخلنا على الملف في اللحظة الأولى وما يمكنناش على اننا نتخلاو على الملف حتى نشوفوا الحكم الاخير اللي غيصدر، والقرار ديال الافراغ واش غادي يتنفذ في الوقت ديالو. متابعينا الكرام، الى بث مباشر اخر، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا.